بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب. فضل العشر الأواخر، لم يبقى عشر، نحن بالكاد بالست الأواخر، بالخمس الأواخر، ونسأل الله أن يعفو عنا ويجبر تقصيرنا ويجبرنا في وداع شهرنا الفضيل، هذا الشهر الذي ما بدأ حتى يكاد يودع، ولكننا نسأل الله عز وجل أن يقبلنا وأن يحيينا إلى قابل، لنظل من أهل الصيام والقيام ومن أهل التبتل والقبول، وهذا أهم عنصر في الأمر على الإطلاق. يا أيها الإخوة، رمضان هذا الزائر الذي كنا قبل أيام نستقبله ونتحدث عن التقوى فيه وعن تجليات هذه التقوى، نحن اليوم نقف نتجهز لوداع هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجره كما قلنا. يا أيها الإخوة، ورد عن السيدة عائشة فيما أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. ولماذا العشر الأواخر؟ العشر الأواخر لأن الإنسان في أي عبادة يبدأ نشيطا، يبدأ متحمسا، يبدأ مشتاقا، ثم لا تفتأ همته، تفتر شيئا فشيئا فشيئا. وهذا عندما كنا في مساجدنا ونصلي التراويح ونصلي الفجر، وكنا نحس أن الناس يعني تبرد همتها في أواخر الشهر، وهذا عجب. لذلك يوصي رسولنا صلى الله عليه وسلم بالعشر الأواخر، ويعطينا من نفسه القدوة في العشر الأواخر، فينقل عنه الصحابة وأمنا عائشة هي أقرب الناس إليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه العشر الأواخر ما لا يجتهد في سواها. البخاري ومسلم أخرجا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في مسجده، ويتحرى ليلة القدر خلال هذه العشر الأواخر. ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، خير من صيام وصلاة وعبادة 83 سنة وأربعة أشهر، خير وليست مساوية، بل هي أفضل يعني. وهذا قالوا إن الله عز وجل قد تكرم على أمة الإسلام التي أعمارها بين 60 و70، وعندما رأت أعمال الأمم السابقة شكت، يعني يا رسول الله أولئك كانوا يعيشون ويتمكنون من العبادة ونحن أعمارنا بين 60 و70. فأعطاهم الله هذه الليلة، ليلة القدر، التي من وافقها عابدا صادقا في عبادته كانت له أحسن من عبادة 83 سنة وأربعة أشهر، اللي هي 1000 شهر. إذن أنت في كل عام تعبد الله ما يزيد على 83 وأربعة أشهر، إذن لو أنك صمت 50 عاما 40 عاما وضربتها بهذه الأشهر، انظر ما هي بركة عملك، انظر كيف يعطيك الله عز وجل فضل هذا العمل. والسيدة عائشة نفسها هي التي تروي لنا فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. وهنا شد المئزر كناية عن أمرين يستوعبهما النص، إما شد المئزر كناية عن الاجتهاد والجد، أو شد المئزر كناية عن هجره أهله في المضاجعة، وذلك لأن هذه الليالي هي ليالي الخير والبركة والعبادة وليست ليالي الدنيا. يا أيها الإخوة الأحبة، نعم، ليلة القدر التي
ذكرها الله عز وجل في سورة القدر، هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، ففضلها من غياب الشمس إلى مطلع الفجر. ولليلة القدر فضائل كثيرة وكثيرة جدا التي أمرنا صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نلتمسها في الوتر من العشر الأواخر، ليلة الواحد والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين. صحيح أنه يعني ابن عباس يقسم أنها ليلة السابع والعشرين، وفي أبحاث يقول لك يعني بعض علمائنا قالوا ليلة القدر تتنقل، مرة سنة بتكون ليلة 21 وسنة بتكون ليلة 25 سنة بتكون ليلة 29 وهكذا، ولها علامات. وبعض إخواننا الذين يفهمون في الفلك وفي علامات ليلة القدر أحيانا يجزمون بيقول لك والله السنة كانت ليلة القدر في الثالث ليلة الثالث والعشرين. نحن نتوقف عن هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بيقول كنت قد أريت ليلة القدر، فلما تجادل اثنان في حضرته صلى الله عليه وسلم أنسيها. وهذا يعني من شؤم التجادل ومن شؤم الحوار الذي لا طائل تحته أن النبي عليه الصلاة والسلام أنسيها. هناك حكم كبيرة من عدم تحديد ليلة القدر، يعني لو كان هناك نص ثابت بأنه ليلة القدر هي ليلة الثالث والعشرين، إذن يا ولد تعال نام كل الليالي وتعال على ليلة 21 تعال على ليلة 23 وقوم الليل وتبتل إلى الله وأنت مقبول وعبادتك أحسن من 83 سنة وأربعة أشهر وفضها سيرة فضها سيرة. لا، أراد الله بحكمته أن نظل على صلة به سائر الشهر كل أيام الشهر، ثم في العشر الأواخر أن نجتهد وأن نجد وأن نبالغ في محاولة تحري هذه الليلة لنبقى على صلة بالله عز وجل الشهر كله والعشر الأواخر تحديدا، والوتر من العشر الأواخر أكثر تحديدا. كما قلت لهذه الليلة خصائص وخصائص كثيرة. أول خاصية من خصائص هذه الليلة ليلة القدر هي أنه أنزل فيها القرآن. إنا أنزلناه القرآن في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبعدين ترى بدء التنزيل على رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن في رمضان، قال لكن نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا بدأ تنزله في رمضان، وبدأ تنزله في ليلة القدر تحديدا من رمضان. إذن ماذا تريد أحسن وأعظم من هذه المزية؟ أن ليلة القدر شهدت نزول هذه الرحمة العظيمة، هذه المعجزة الكبيرة التي خلدت معجزات الأنبياء جميعا، انتهت كتبهم انتهت وحرفت، ومعجزاتهم الحسية انتهت بموتهم ولحاقهم بالرفيق الأعلى، إلا معجزة الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذه المعجزة المعنوية التي ثبتت وبقيت واستمرت وخلدت وستظل فينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه أول مزية وأعظم مزية من مزايا ليلة القدر، شهودها نزول القرآن العظيم. وصفها بأنها خير من ألف شهر هذه مزية أخرى، وهذه المزية لم يعطها شهر ولم تعطها ليلة ولم يعطها يوم ولا أسبوع على الإطلاق غير ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. كذلك وصفها بأنها ليلة مباركة، والمباركة كثيرة البركة كثيرة الخير كثيرة النماء والزيادة في العمر وفي الرزق وفي أثر العلم، هذه هي البركة، البركة النماء، البركة الزيادة، البركة الخير، مطلق الخير يسمى بركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كذلك من مزايا ليلة القدر يا أحبة أنه يكثر فيها نزول الملائكة ويحيطون بحلق الذكر، هذا ما تضافرت عليه النصوص، إنه تنزل الملائكة والروح فيها
تنزل الملائكة والروح، والروح هنا تخصيص جبريل وهو من الملائكة، لكنه خصصه بالذكر لفضله عليهم. فأمير الملائكة جبريل، ومبعوث السماء إلى الأرض بالوحي كله على الأنبياء جميعا جبريل عليه السلام. فهذه الليلة ليلة القدر تشهد نزول الملائكة وتشهد نزول جبريل عليهم الصلاة والسلام. من فضائل هذه الليلة ليلة القدر وصفها بأنها سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا السلام الذي ننشده، هذا السلام المضاع المضيع، هذا السلام الغائب، السلام الطمأنينة على النفس والطمأنينة على الرزق. ولذلك في ليلة القدر يحس الإنسان بمعية الله فيحس بالطمأنينة، يحس الإنسان بفقره إلى الله، فكلما تقرب إلى هذا الإله العظيم يحس بمزيد من الطمأنينة والسلام. فالسلام مبعثه ليلة القدر، والسلام هو الخير كله، السلام هو الطمأنينة على النفس من العدو، الطمأنينة على النفس من الجوع، الطمأنينة على النفس من الضر، كل الضر. والسلام منزل في ليلة القدر. من بركات ليلة القدر وفضائلها قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفصل فيها من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة كلها، أمر السنة كلها يفصل في ليلة القدر، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، كل أمر محكم لا يبدل ولا يغير يفصل في ليلة القدر كما جاء في الآثار. كذلك وأخيراً من فضائل ليلة القدر يا أحبة، قال: يغفر الله لمن قامها إيمانا واحتسابا. شو معنى احتسابا؟ أي يحتسبها عند الله، يعدها لله وحده، لا يقوم رياء ولا يقوم حبا في السمعة ولا يقوم ليقال قائم، إنما يحتسب ذلك أي يعده لله وحده. هي معنى احتساب، احتساب يعني عد. فأنت تصوم لله احتسابا، تقوم ليلة القدر احتسابا، أي تعده لله وحده لا شريك لغيره فيه على الإطلاق. ولذلك اسمع هذه البشارة النبوية العظيمة والعجيبة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. يا إخوان، أنت عارف شو معنى هذا الفضل لليلة القدر؟ إذا شهدت ليلة القدر مؤمنا بها، محتسبا وعادا أجرك على الله، لا لسمعة ولا لرياء ولا لغرض في النفس، إذا قمت هذه الليلة بهذه الصفة فقد بدأت مع الله صفحة جديدة انطلاقا من ليلة القدر. خلاص احسابك تصفر، احسابك تصفر، فكل ما كان بينك وبين الناس وكل ما كان بينك وبين الله فقد انتهى بقيام هذه الليلة. فلك الحمد ربنا على هذه المنحة اللطيفة. طيب تعالوا إلى فاصل قصير، لكن لا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب، ونحن في ظلال فضائل العشر الأواخر، وقد قدمنا عن فضل ليلة القدر تحديدا. لكن أيها الأحباب، أعيد وأكرر ولا أمل الإعادة: العشر الأواخر لأنها زبدة أعمالنا، لأنها منتهى الشهر، ولأنها اللحظة الفارقة بين رمضان وما بعد رمضان. فلا بد من الاجتهاد، ولا بد من تشمير السواعد، ولا بد أن نودع رمضان بما يليق به من عمل صالح، من تبتل، من دموع إنابة، من ندم. يا إخواننا، في الحديث أن كل ابن آدم يوم القيامة نادم، فمن أحسن فهو نادم أن لم يستزد،
ومن أساء فهو نادم على إساءته. ولذلك إحنا فيها، إحنا فيها، فلنتشبث بالعشر الأواخر، ومن يدري لعل رمضان القابل يأتي ولا يجدنا. هو رمضان قادم قادم، لأن الساعة يعني من حسب الأمارات باقي لها أكثر من سنة، الساعة باقي عليها أكثر من سنة يوم القيامة، فهو رمضان قادم سيقدم بإذن الله، لكن هل سيجدنا أم لا يجدنا؟ هنا القصة، هنا القضية، هنا الدافع لأن نعتني ونتشبث بآخر أوقات شهر رمضان، عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا لسائر الشهر، عسى أن نكون من تلاميذه النجباء ومن عواده الكرام الذين لا يضجرون، إن الله لا يمل حتى تملوا. فهل عسانا نمل من صيام 20 أو صيام 30 يوما، من قيام 20 ليلة أو 30 ليلة؟ كيف نمل والله عز وجل يتفضل علينا؟ وإذا أتاني عبدي ماشيا أتيته هرولة، فأين جدنا؟ وين نشاطنا؟ وين علاقتنا العظيمة بربنا؟ يا إخواننا، في وداع العشر الأواخر من رمضان لابد أن نضع النقاط على الحروف، فنقول زن نفسك، وزن فعل أمر من وزن يزن، و الفعل الأمر زن. أنت انظر أين أنت، قديش بتسوى، كم بذلت، ماذا فعلت في رمضان، وماذا فعلت لرمضان، وماذا فعل رمضان بك؟ وأنت تزن نفسك، وأنت أدرى بخبايا هذه النفس من غيرك، أنت تحكم على نفسك. ربما الناس يشوفوا هالعبد الفقير، هو هذا إنسان رائع ومحسن ومتعبد ومتبتل. وأشقى الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. هذا من الحكم العطائية، ابن عطاء الله السكندري بيقول أشقى الناس، أغبى الناس، أجهل الناس، من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. أنا عارف أني مسكين، أنا عارف أني خربان، أنا عارف أنه وضعي مع ربي مهلهل، والناس بتقولك أوه والله هذا بشو، زي ما بيقول المثل العامي، بشوف القبة بفكروها مزار. كل واحد منا أدرى بنفسه. زن نفسك، هل كانت عبادتك في رمضان أكثر من عبادتك في سواه؟ لازم هذه، ألا إن لدهرك لربكم، وإن كان الحديث فيه مقال لكنه في فضائل الأعمال جميل ويؤخذ به، ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم. يجب وجوبا علينا أن نكون عبادتنا في رمضان أحسن من عبادتنا قبل رمضان، لأن النفس يعني تتخول الأيام الفضيلة والأيام المميزة والأيام اللي يعني تختلف عن غيرها في الفضل وتزيد على غيرها في الفضل. فيجب أن تكون لمست من نفسك نشاطا في رمضان لم تعهده قبل رمضان، مع الإصرار على أنه يا رب أنا بدأت معك عهد جديد، أنا ما بخل في العقد يا رب، العقد اللي بيني وبينك حتى تأخذ هذه الروح، حتى تنزع روحي من جسدي، العهد اللي بيني وبينك يا رب أني عبدك التائب الذي لا يحول ولا يزول عن بابك. يا رب أقبل رمضان فبدأت توبة جديدة، ولا والله لا أقيل ولا أستقيل وسأظل في رحابك يا رب. هذا الإصرار على التوبة مع معرفتك بنفسك، يعني أنت الآن بتقرأ 3 أجزاء في اليوم، بتقرأ 2 في اليوم، عد إلى طبيعتك واقرأ على الأقل 1 في اليوم لا بأس. فنشاطك في رمضان يجب أن يكون أعظم من نشاطك في غيره، لأنك تتخول الأيام الفاضلة، الأيام الكريمة، الأيام العظيمة، فتزيد فيها حسناتك. هل حزنت على تفلت رمضان منك؟ يا
إخواننا إحنا كل عام منحذر من النكات التي تطلق. قالوا سألوا إبدوي قديش ظل من رمضان؟ قال والله 10 و9 وتالي هاليوم، وبيخففوا دم، بيخففوا دم وبيمزحوا بنكتوا على رمضان. يا إخوان رمضان 30 يوما، 29 يوما، وهي من أعمارنا، من أعمار. وفي ناس يصوم اليوم 30 والأمارات السنة، الأمارات والعلامات إنه رمضان 30، لأنه أنا قرأت أبحاث فلكيين بيقول لك يستحيل أن يرى يعني ليلة 30 هلال رمضان، وذلك غالبا حسب ما اطلعنا من دراسات فلكية إنه رمضان يرجح أن يكون 30، والله أعلم، الله أعلم. لكن بعض الناس يصعب عليه صوم اليوم 30 كأنه يصوم 29 يوم خلال هذا اليوم. ليه؟ بطننا كبير، هي ساعات سويعات، ننام كثيرا في النهار ونجلس كثيرا في النهار، ورمضان من فضل الله عز وجل جاء مريحا هذا العام، والحوصة بتاعتنا قليلة بسبب كورونا. والأصل أن نتشبث بهذا الشهر وأن نحزن على تفلته منا، لأنه معنى تفلته، معنى انقضاء رمضان، أن فرصة انقضت، أن جزءا من عمرنا انسلخ، أننا مقدمون وأقرب ما نكون إلى قبورنا، وأنه يمكن كما قلت أن يدركنا رمضان القادم ونحن تحت التراب. لذلك يجب إذا أردنا أن نعرف أن رب العالمين تقبل منا، يجب أن يحرقنا قلبنا على رمضان، يجب أن نتأثر في وداع، يجب أن نودع رمضان بدموع عيوننا ودماء قلوبنا. نعم، اللي ما بحس بالألم، الذي لا يحس بالشوق حين يقول المفتي ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال، اللي ما بتحركه ما بتهزه هذه العبارة، يراجع نفسه. اللي ما بيبكي يتباكى، واللي ما بيحس بالحسرة ينبغي أن يعلم إنه معناها الأيام عنده سواء. لا أيها الإخوة، لا بد أن نحس بالحزن والحزن الشديد على فراق رمضان، لأنه فرصة انقضت، لأنه جزء من عمرك انسلخ، لأنه هبة إلهية تتفلت. هل تعودت أيها الأخ أن تثبت على عهد رمضان ولو قلت عبادتك؟ في ناس اسمهم عباد رمضان، في ناس كأنه بيقول له يا رب دخل رمضان أنا بصوم، وحتى بدون صلاة أحيانا. جانب من الناس فعلا، ويمكن تطرقت لهذا الأمر كثيرا وفي أكثر من وسيلة إعلام، إنه يا إخواننا لا، الصلاة ركن من أركان الإسلام والصيام ركن من أركان الإسلام، فكيف نفرق بين ركن وركن؟ زي أختنا اللي بتصوم وبتقوم وبتصلي وبتحافظ على كل فرائض الإسلام إلا الحجاب، تقول لك مش مقتنعة، وبعدين أنا قلبي أبيض، شوف المحجبات بيعملوا السبعة وزمتها ومحجبة. طب ما تتحجبي يا ستي وتعلميهم أدب الإسلام، ما تتحجبي وتعلميهم أدب الحجاب. هذا مطلوب منا ليكون إسلامنا كاملا، ولكي لا نفرق بين فريضة وفريضة. ولذلك شوف من علامات قبول صيامك أن يحملك صيام رمضان على استمرار العبادة والطاعة بعد رمضان. فمن وفق لديمومة العلاقة مع الله في ما بعد رمضان فليعلم أن صيامه قبل بإذن الله تعالى. واللي بيقول له يا رب خلاص العقد اللي بيني وبينك انتهى وباي باي، وإحنا خلاص إلى اللقاء في رمضان القادم، هذا مسكين وفوق مسكنته جاهل، أو مسكين لأنه جاهل، لأنه لا يعرف ولا يعلم أن الله الذي تعبده بالصيام والقيام في رمضان هو الله الموجود في سائر الشهور والأيام، أن الله الذي يثيبه على صيامه وقيامه في رمضان هو الذي يعاقبه على نكث العهد وعلى نقض المواثيق بينه وبين ربه بعد رمضان. نعم يا إخوة، يجب أن ينطوي
قلبي وقلبك على حب الطاعة انطلاقا. هنيئا لمن يستطيع أن يصوم بعد رمضان اثنين وخميس، هنيئا لمن يستطيع أن يصوم الستة من شوال، هنيئا لمن يستطيع أن يصوم يوم عرفة ويوم تاسعاء وعاشوراء، هنيئا لمن يكثر النوافل لأن هذا الصيام يبعدك عن حر النار، هنيئا لمن يستطيع، هنيئا. وأنا في هذا الباب أقول لأمهاتنا وأقول لآبائنا، صمت رمضان الله يعطيك العافية، لكن أنت أخرت الدواء عن وقته وبالكاد، فأصحاب الأوجاع تزيد أوجاعهم في رمضان لأنه بتأخر عليهم الدواء، لكن لا يؤذيهم إلى حد الخطر على الحياة ماشي، وهو يتحمل مثلا عنده آلام في مفاصله، آلام في مثلا أماكن متفرقة من جسمه، لكن هذه الآلام لا تشكل خطورة على حياته، فهو بصيام الفرض مأجور أجرا مضاعفا لتحمله المشقة المضاعفة والشديدة. لكن أقول لك، إذا قال لك طبيبك إن تأخر الدواء هو سبب هذه الشكايات التي تشكيها أو تشكو منها، فخلاص يكفيك صيام رمضان. وهذا أوجهه لآبائنا وأمهاتنا الطاعنين في السن، أنت تعودت أن تصوم وتعودت أن تتنفل بالصيام بعد رمضان، فلك أجرك حتى تموت، ولك أجرك بعد أن تموت، ولا تشقن على نفسك، لا تشقن على نفسك. وهذا من فقه الإنسان. لابد أيها الأحباب، وقد أخذنا الوقت، أن نتعلم من رمضان لنستمر بعده على ضبط ألسنتنا، وعلى حبنا للإحسان، وعلى حرصنا على القيام ولو ركعتين في كل ليلة، ركعتين في كل ليلة. تعودنا أن نقوم ليلة رمضان بالتراويح وبعض الركعات قبل السحور، فلا نقطع هذه العادة. الحرص على صلة الرحم وجبر الخواطر، هذا لا بد منه ونحن نخرج من رمضان، أن يستمر معنا إلى ما بعد رمضان. لا بد أن نحس بالتلذذ بالجوع والعطش بعد رمضان في النوافل، لأن هذا يعني أننا أفدنا من مدرسة رمضان. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ترجو لقاء رمضان في العام القادم؟ إذا كنت ترجو أن تلقى رمضان في العام القادم فاحرص على قلبك، احرص على الثبات، لأنه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كم من إنسان يصوم ويصلي ويقوم ويجتهد ثم ينحرف فجأة. فإذا علقت قلبك برمضان فاثبت على هذا التعلق سائر شهور السنة. صحابة رسول الله كانوا إذا صاموا رمضان مكثوا ستة أشهر، نصف العام، وهم يسألون الله أن يتقبل منهم صيام رمضان. فإذا انتهت الستة أشهر توجهوا بأبصارهم إلى ما بعد رمضان، إلى ما بعد ذلك، فسألوا الله ستة أشهر أخرى أن يوافقوا رمضان على خير حال، أن يلقوا رمضان على خير حال. هذا التعلق هو العبادة الحقيقية، هذا التعلق هو الحب الحقيقي، هذا التعلق هو التذلل الحقيقي لله، هو معنى العبودية لله عز وجل. فأنت عبد لله في الصيف، وعبد لله في الشتاء، عبد لله في المنشط، وعبد لله في المكره، أنت عبد لله في شبابك وفي شيخوختك، وأنت عبد لله في رمضان وفيما بعد رمضان. وإذا صمنا في هذا العام بعيدا عن مساجدنا، آخر كلمة أقولها لك ونحن نودع رمضان، هنيئا لمن حول بيته إلى مسجد سائر العام، حتى وإن فتحت المساجد فإن لنا أن نأخذ مما مضى عبرة وعظة، وأن نجمع أبناءنا على أدب المسجد، وزوجاتنا على أدب المسجد، وعلى حب شخصية المسجد وروح المسجد، فنجعل من بيوتنا فرعا آخر للمساجد. يا أيها الإخوة الأحبة، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يوافينا رمضان القادم ونحن على خير حال، منصورين، مهتدين، محبين لله ورسوله،
مدافعين عن دينه، كارهين لأعدائه، مهما كان لونهم أو جنسهم أو لغتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.